قدرت أنتج سيارة بقي خلال مدة 3 أشهر. جتني الفكرة من توقع التواصل بالتليفون، ما جاي بابا ألقي سيارات مثلا بالخارج بالشمال، صنع رياضي، سيارات رياضية صغيرة، دريفك سيارات، بقي مال بوبجي، تصميم حلو صغير، شفت هذا التصميم عجبني، قدرت أنتج تصميم سيارة رياضية أتجول بها، أشتغل بها دريفري، أتنقل بها مسافات بعيدة أيمن ويسار، فصلت كامل بالبيت، ما عندي مكان أشتغل به، حديد بقايا، وقدرت أجيب لوحات خشب قصيتها بالميشار بالبيت وسويت مثلا صفحات وجواها حديد، ما شاء الله شاصية كلش قوي ثقيل، رزنا بالشارع أمشي بها سرعة 120-140، تايات رياضية مشط السيارة سويته بالبيت، صار السيارة شكلها رياضي، جبت تصاميمها من فيديوهات بالشمال، عندي صور، دائما أشوف سيارات وأخذ عندي تصاميم أشتغل نفس التصاميم. والله السيارة كلفتني، ما جمعت المبلغ بس كلفتني من كثير شغلات كلفت عليها، والحمد لله الأصدقاء والأهل دعموني مثلا سوالي واهس، شجعوني حفزوني على أي شيء، وقدرت أكملها أنتجها ونجحت بها الحمد لله. عندي مادة كان كملت سيارة أكبر، سيارة 4 أشخاص تأخذ قوة، صنع إنتاج وطني محلي، حالياً أنا جاي أنتج سيارة صغيرة، هاي أغلاط صارت عندي فهاي جاي صححها بالثانية، جاي أكمل إن شاء الله بس فترة تكمل. كثير طلبوا من عندي أصمم لهم مثل السيارة البقي ودفعوا لي أسعار، إن شاء الله بالمستقبل لو عندي إمكانية لو عندي جراج، كان كثرت مثل إنتاجاته مثلا أخليها تنزل على الشارع. أنا أقدم رسالة للشباب مثلا اللي بعمري مثلا يشتغل يجاهد مثلا بشغله يلقي له فرصة عمل، إذا ما أكو فرص عمل أكو فرص عمل كثيرة لازم الشاب يقدم عليها، لازم الشاب يكون مكافح للعمل.